قومي قومي قبل ما تخشي، عايزين نقول لك على حاجه بس وحيد جدا وتتعب تزعلي مننا. ايوه مامي، احنا حابين تيجي مننا عشان ما تتفاجئيش وتتحطي قدام الامر الواقع. اتفاجئ والامر الواقع هو تكونوا كلتوا الرز بلبن اللي انا مخبياه منكم؟ لا يا مامي، احنا نقدر برضو، احنا نموت من الجوع ما نجيش جنب الرز بلبن بتاعك يا غالية. الموضوع ببساطة ان في عضو جديد هيخش معانا العيلة وخوفنا عليك من المفاجأة. ايوه عضو جديد ومفاجأة؟ ايه ابوكوا اتجوز عليا؟ ساكتين ليه؟ اتجوز عليا فعلا؟ لا يا مامي، اتجوز عليكي ايه بس، احنا جبنا قطع مصروفنا. نهاركوا اسود برضو، عملتوا اللي في دماغكوا؟ انا مش قلت مفيش قطط هتدخل البيت؟ لا يا مامي، حضرتك قلتي بالحرف الواحد اهتموا بدراستكم الاول وبعدين نبقى نشوف. واحنا اهتمينا بدراستنا، هو ما شاء الله ما طلعت الاولى على الفصل. ماي طلعت الاولى على الفصل، وانت طلعت ايه بقى يا ليمد؟ بس يا ستي، فاحنا قلنا نحتفل باختي حبيبتي ونجيب لها قطه، وانا عارف انك انت قلبك حنين ومش هتكسري فرحتها. يا حبيبي ايه الحنيه دي، من امتى؟ طيب ممكن اعرف بقى جبت الفلوس دي منين؟ يا مامي دي قطه ب 200 جنيه بس. 200 جنيه بس؟ والله يا بلاش. برضو جبتوا الفلوس منين؟ يعني انت باين فاكره ان شوكولاته السنيكرز ب 10 جنيه؟ يخرب عقلكوا، كنتوا بتضحكوا عليا؟ وانا اللي قلت ان الاسعار ولعت؟ كنت بترحم على الشوكولاته البيمبو؟ يعني كنتوا بتخنصروا من ورايا مش كده؟ لا يا مامي، احنا كنا بنحوش، ده اقتصاد. ايوه مامي، بدل ما نجيب حلويات وكلام فارغ اهو جبنا حاجه مفيده. والحاجه المفيده دي بقى مين اللي هياخد باله منها؟ مش انا قلت لكم ان الحيوانات دي محتاجه رعايه واهتمام؟ ايوه مامي، ما انا هاكلها وشربها وانا هحميها واسرحها واهتم بيها. هي كلمه واحده مش هتنيها، القطه دي هترجع مطرح ما جت. ابوكوا لو جه وشافها هيطين عيشتكوا وعيشتي معاكوا. حاسبوا من قدام هي فين؟ زمانها بوظت العفش. يا لهوي علي، تعالي يا انجي بصي، تعالي، دي كيوت قوي قوي. انا هسميها كيتي، والنبي يا انوش ما تمشيها، والنبي خليها. اهلا 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 يا انجي. مساء الخير يا انكل. مساء النور يا حبيبتي، ده ايه الزياره الحلوه دي ولو انها بتتكرر كل يوم؟ بس عليك يا انكل، انت زهقت مني ولا ايه؟ طيب ايه رايك بقى ان انا جايه اسال على طنط رجاء، هي هنا؟ طنطك يا ستي خرجت تشتري حاجات عشان مشروعها الجديد. ايه ده؟ مشروعها الجديد؟ الف مبروك، مشروع ايه؟ جت يا ستي كده في يوم قالت لي بص بقى انا زهقانه وعايزه اعمل اي حاجه عشان اتسلى. قلت اوكي خليها تتسلى بدل ما تتسلى عليا انا. عايزه تتسلي ازاي يا حبيبتي؟ قالت لي عايزه ارجع زي زمان خبير التجميل وفاشن. حلو. قلت لها اوكي يا حبيبتي هترجعي ازاي؟ قالت لي بص بقى هاخد اوضتك حد وثلاث وخميس واعملها سبا، وانت اعملها عياده بقيه الاسبوع. طب والله فكره حلوه جدا يا انكل، وهي تسليه مفيده برضو. مفيده ايه؟ هتقلب البيت مرستان. انا قلت لها انا هتشتري قطه كده شيرازي حلوه، كلب جريفون، عرسه ذكر. يا انكل يعني هم دول اللي مش هيقلبوا البيت مرستان؟ طب ايه رايك بقى، انا جايه هربانه عندكم هنا علشان المرستان اللي عندي في البيت بعد المحروسه ما شرفت. محروسه؟ هي حماتك طبت على نفسكوا تاني؟ دي قطه، قطه يا انكل. قطه ايه؟ دي بغله فرس البحر، وانا عبيط عن حماتك؟ لا يا انكل بتكلم بجد، العيال حطوني قدام الامر الواقع وجابوا لي قطه في البيت، والمصيبه بقى الكبيره ان علي بدل ما يقف جنبي ويقول لهم لا لقيته نايم على بطنه وعمال يلعب برجليه وبيدلع القطه، يقول لها كنت موتوا يا حلوه يا بطه نورتي البيت يا قطه، شفت الخيبه اللي انا فيها. سيبيه شاب طايش بيلعب، ولا انت غيرانه عشان بيلعب مع قطه تاني غيرك؟ يا انكل بقى بطل هزار، بس قطه في البيت يعني شعر على السجاد وخربشه في الكنب، وانا خلاص تعبت مش قادره احمي واربي واكل، انا كفايه عليا العيال وابوهم. ما تسيبوا العيال يشتركوا معاكم، ينظفوا ويكنسوا ويمسحوا، وهي فرصه ويتحملوا المسؤوليه ويتربوا. يا انكل يا انكل، دول عيالي وانا عارفاهم، هما يومين ثلاثه حلاوه روح وبعد كده انا اللي هتدبس. اسمعي كلامي وصدقيني،
مهم قوي انك تشغل العيال في حاجه مفيده مش بدل ما يشربوا مخدرات. مخدرات؟ ايه يا انكل، ايه ده؟ بلاش افوار، مخدرات ايه؟